السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. حريق مصنع ومخزن دائري الهرم. مصدر أمني يكشف آخر تطورات حريق مصنع ومخزن دائري الهرم ومصير البرج حول الحريق وغلق جزئي للدائري وإخلاء العقارات المجاورة. وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه. مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة. النار أكلت الخرسانة في سياق متصل. أخلت الشرطة الوحدات السكنية المجاورة للبرج محل الحريق حفاظا على الأرواح في ظل تصاعد كثيف للأدخنة، وتوقفت أعمال الإطفاء بسبب خطورة الموقف واحتمالية انهيار البرج بسبب النيران المشتعلة بالداخل وتأثيرها على الأعمدة الخرسانية. ومن جانبه استمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى شرح وافي من 2 من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة حول ما هي حريق هائل التهم محتويات مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة. وأوصى عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بعدم المضي قدما في عملية الإطفاء، ودار نقاش بينهما ورجال الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة. وانتهى النقاش بتوصية إلى رجال الإطفاء لا تستخدموا مياه أو رغاوي علشان العمدان مطر قعش، وانتظار هدوء الأوضاع وانخفاض درجة الحرارة داخل موقع الحادث. لجنة المنشآت فجر مفاجأة بأن البرج الذي يحوي المصنع والمخازن مخالف، مؤكدا لما الحريق يخلص خالص اذا العمارة ما وقعتش من نفسها. وتبين ان برج السكن يضم 108 وحدة سكنية، 15 منها مهول بالسكان تم اخلاءها من قطنيها حرصا على سلامتهم. ويحتوي البرج في البدروم على مصنع احذية، وتحول الطابقين الاول والثاني الى مخزن على مساحة 1000 متر امتدت إليه النيران دون أن تصل إلى باقي الطوابق بالعقار محل الحريق. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.